جمعية رسالة نور على نور دي استكمال أو تكملة لعمل لحياة الإعلام الراحل أحمد فراج. وبعد رحيله كان القرار إن احنا نكمل الرسالة. فرسالة نور على نور هو الاسم جه من تكملة رسالة الكلمة والتوعية والعلم إلى رسالة العمل الصالح. محدش فينا خد كارير الإعلام، فقررنا إن احنا نكمل العمل اللي هو كان بيعمله معنا. يعني الإعلامي الكبير راح الأستاذ أحمد فراج مش هو اللي أنشأ الجمعية، أنتوا أنشأتوها. هو اللي بدأها. هو يعني اللي بدأ الجمعية. هو بدأها في آخر حياته. كنت بنزل معاه، ننزل ندور على ناس في بعض القرى اللي بجوار القاهرة في محافظة الجيزة.